Love in Istanbul. بستينات القرن الماضي بلش في تعاون بين تركيا ولبنان وسوريا ومصر بإنتاج الأفلام المشتركة، وبلشت حوالي سنة 64 بعدد كبير من الأفلام، يمكن تصور بأفلام مشتركة بين لبنان وتركيا حوالي 35 فيلم تصوروا من بين 64 للسبعينات، يعني لبداية الحرب الأهلية اللبنانية. وكمان بنفس الوقت صار في ترجمة أو دبلجة لعدد كبير من الأفلام التركية، يمكن فوق ال 100 فيلم، 120 فيلم، حوالي 120 فيلم تركي دبلجوا للغة العربية وتوزعوا بالعالم العربي من خلال شركات لبنانية. فكان في تعاون كتير جميل بهديك المرحلة بين الفنانين اللبنانيين والمخرجين والفنانين والمخرجين الأتراك، و صار في تصوير بين بيروت وتركيا وسوريا ومصر، يعني عدد كبير من الدول العربية صار فيها تصوير، وانعرضت هالأفلام وكان لها سوق كتير جميل بلبنان، يعني بالدول العربية. وشارك ممثلين كتير لبنانيين وعرب مع الممثلين الأتراك بالأفلام، مثل صباح، مثل طروب، مثل مريم فخر الدين، مثل فريد شوقي، ممثلين لبنانيين، دوريد لحام، نهاد قلاعي، راحوا مثلوا مع سمورة الممثلة اللبنانية بال65 فيلم. أول فيلم يمكن تصور اسمه غرام في إسطنبول، هذا أول فيلم مشترك لبناني تركي تصور بال65 بهذا ذاك الوقت. وسنة 68 بعتقد 68 إجا منتج تركي مشهور اسمه سانر، عمل شركة مع أحد اللبنانيين بيت الحداد، وكمان أنتجوا حد أدنى 12 فيلم مشترك بين 68 و72، من بيناتهم فيلم عصابة النساء مع صباح، مثل فيلم لطروب جبار الليل، عدد كبير من الأفلام صارت تصورت بين لبنان وتركيا بهذه المرحلة. أنا بهذه المجموعة حبيت أجمع تاريخ السينما في العالم العربي وتاريخ الإنتاج المشترك اللي صار، وأعددت مشان إعداد كتاب على الأفلام اللي أنتجت في لبنان بمراحل التاريخية كلها. فكنت أبرم، وكانت هوايتي أتعرف أصلا في أفلام كتير بعدها بذاكرتي، حبيت جمع لها صورها وملصقاتها، ومع الوقت صاروا يتجمعوا وصار في عندي هالمجموعات عن السينما اللبنانية، السينما المشتركة بين لبنان والدول الأخرى. فمجموعة بنحب نحطها للناس تقدر تتعرف عليها وتشوف شو الانتاج المشترك اللي كان يصير بيننا وبين الدول التانية.